خلينا ننقل بقى عن فيلم 200 جنيه. احكي لي رايك انت ايه التجربه العظيمه اللي فيها كميه النجوم الكتير دول. اولا النجوم كلها التركيبه دي كانت وحشه الناس قوي جدا بجد. يعني كل الوجوه اللي موجوده الناس بتقول هي فين، فاهم قصدي؟ طبعا ورجوعه عظيمه للاستاذه بتاعتنا استاذه سعاد يونس، يعني طبعاً. انا من الناس على المستوى الشخصي انا بحبها قوي طبعاً. يعني وارتيست وفنانه وفاهمه وغنى كل حاجه هي حاله من فلما ترجع في الفيلم احنا كلنا لازم نروح حتى لو هنعمل مشهد طبعاً. يعني انا اول ما عرفت ان اسعاد يونس رجع انا على طول وافقت ان انا اخش اعمل ولو ضيف شرف مشهد او مشهدين طبعاً. القصه كمان كانت بتاعت ليلى والبزاوي، فكنت انا برضو في التركيبه دي لذيذه. لما اتفرجت على الفيلم بقيت الله 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 الله، وحشنا احمد ادم، هاني رمزي، احمد رزق، كل الناس بصراحه، يعني فاهم قصدي؟ طبعا محمود احمد سعداني، سعد يونس طبعا في اول الفيلم أكيد. والمسج اللي في الاخر بيبان انه خالد صاوي، يعني في سنه خالد الصاوي دي هو والشغاله، ان وجهه نظر الشغاله للبي عامل ازاي، وهو بتقول الموبايل بتاعه ده يسدد ما علينا، وهو بايع الخاتم الالماس بتاع مراته علشان يسدد مصاريف ابنه، فاهمه؟ كل واحد في ايه، فكل واحد عنده هم، هو نفس الهم بس بتختلف درجات الرقم، كل الرقم في الفلوس بس صح. يعني فاهمه ازاي؟ انا كنت سعيده اني شاركت في هذا العمل، وتجربه جميله جدا. بتقال يعني هيعدي سنين وناس تفضل تتكلم عن الفيلم ده انه حاجه قويه جدا. مظبوط.